واخر سؤال، كان في بنت من اسرائيل كنتوا بتتعاملوا ازاي مع بعض؟ لان انا لاحظت حاجه، بعد ما الحفله خلصت كل ما انت تطلعي ماسكه علم مصر كانت تيجي جنبك وماسكه العلم بتاعها وانا اقول لها اوعي اوعي. بجد ملحوظه. ايوه هو مره حتى انا ولبنان قاعدين، احنا كنا روميتس، فعلى طول مثلا ننزل الفطار مع بعض الغدا. مره لقيتها جايه بتقول لنا هاي، ما قلتناش هي منين، ممكن نتصور؟ فلبنان شكت، لبنان عندها انستراكشنز ما ينفعش هي مش حابه تتصور معاها. فبتقول لها وير ار يو فروم، انت منين؟ فقالت لها ام مس اسرائيل. فقالت لها ثانك يو، بس انا مش مسموح لي اتصور معاكي. البنت راحت بصت لها كده ومشت، ومن ساعتها بقى وهي مش عارفه تيجي، بس جايه تقول لنا اتصور معاكي وكده، قاعدين لوحدنا خالص خالص وقدامها كل الناس، جايه مخصوص مش لكل الناس. حاجات سياسيه برضه، حاجات سياسيه.